دوج الرام موديل 2004 أعطوه إلى 25,000 دولار وما باع. ممكن احتمال ياخذ 26-27 يمكن يبيع. شوفوا هذه مواصفات السيارة، ماشية 7,000 ميل، 10 سلندر، غير عادي، سيارة باقية بحالة المصنع من فري والله بيبانها. غير عادي زي ما انتم شايفين، سيارة ما شاء الله مرة نظيفة. بعد انا سمعت ان شركة فورد، اقصد شركة دوج، بتعلن عن الاصدار الجديد من الاس ار تي 10، وهذا الموتر عندكم. ترى كل ما لي يصير من النوادر، والله ما موتر جميل ما شاء الله، بحالة المصنع نظيف، عليه طبعا ماكينة الفايبر.